تسلط التقرير الذي سلم سعادة سعيد محمد الطائر نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي نسخة منه للرئيس الأيزلندي أولافور غريمسون الضوء على التزام دولة الإمارات وإنجازات إمارة دبي في مجال تطوير وتطبيق الاتفاقيات الخضراء في مختلف القطاعات لتشجيع التحول الأخضر وخفض انبعاثات الكربون وتحفيز اعتماد الاقتصاد المرن والمرتبط بشكل وثيق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ 2015. وقدم تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 لمحة عن المبادرات التي تشجع الابتكار والسياسات التي تساعد على تسريع عملية التحول، حيث تسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح أنموذجا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يعني إمكانية تحقيق النمو دون إلحاق الضرر بالثروة الطبيعية. وفي كلمة ألقاها الطائر أكد فيها على أهمية التعاون من أجل تسهيل الوصول إلى اتفاق في قمة باريس 2015 وإيجاد الحلول الناجعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الجديدة لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان الازدهار للجميع. وفيما تتحدث الكثير من البلدان حول العالم عن الاقتصاد الأخضر كمفهوم، تعد دبي من المدن السباقة في الانضمام إلى العالم للتقليل من البصمة الكربونية ومواجهة التغير المناخي، وقد أضحت بالفعل مثالا يحتذى من خلال الخطوط العريضة للاستراتيجية، حيث تؤكد إمارة دبي التزامها إلى حد كبير بهذه الإجراءات وبأطر العمل لدولة الإمارات لتقديمها إلى العالم. أيمن مصبح، قناة الظفرة.